مرحبا يا أصدقاء، كيفكم اليوم؟ إن شاء الله بخير. جاناكم بتحدي جديد. قبل ما نبلش ونقول ما تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب للفيديو. وهلا بنبدا بالجوله الاولى. التحدي هو عباره عن 3 اطباق، في شيء حلو في شيء مو حلو. جاهزين للتحدي؟ أجل. وهلا بنبدا مع مين؟ انا. يلا يا محمد، ايه بتختار؟ يلا بدل. وانتي ايمان ايه بتختاري؟ يلا كل افتحي يا محمد. ما طلع لي شيء. طلع لك فاضي. يلا يا ايمان وحسين افتحوا انتم مع بعض. طلع لكم دونالدز. انا بدل ايمان. حظك يا محمد، هلا بالجولة الثانية بنشوف بلكي حظك بيطلع غير. وهلا بنبدأ بالجولة الثانية، هلا دور إيمان تختار. إيمان أيا بتختاري؟ هيدا؟ أوكي. حسام أيا بتختار؟ هيدا. يلا بدلو. يلا هلا دور إيمان تفتح. يلا افتحي. طلع لك موزة. وهلا دور حسام يختار. حسام افتح. طلع لك موزة. يلا يا محمد افتحي. شو طلع لك؟ بصل. بصل. وهلا بنبدا بالجوله الثالثه. هلا الدار عند حسام يختار. اي بتختار يا حسام؟ هذا. يلا يا ايمان اي بتختاري؟ يلا يا حسام افتح. طلع لك ملعقه شوكولا. يلا يا ايمان افتحي. وهلا بنبدا بالجوله الرابعه. هلا نرجع بنبلش من عند محمد. محمد ايه بتختار؟ يلا خذها. وهلا يا ايمن ايه بتختاري؟ هيدا ولا هيدا؟ يلا يا محمد افتح. ليمون. يلا يا ايمن افتحي. ليمون. يلا يا حسام افتح. طلع لك توم. محمد وإيمان طلع لهم ليمون. وهلا بنبلش بالجولة الخامسة. وهلا دور إيمان تختار. أي بتختار يا إيمان؟ وأنت يا حسام أي بتختار؟ يلا يا ايمان افتحي. اه ايه طلع لك فاضي. يلا يا حسام افتح. طلع لك فول بالشوكولا والكريمة. يلا يا محمد اختار. يوي.
كمان طلع لها كل الشوكولا والكريمة. إيمان طلع لها فاضي. طيب كتير كريم. وهلا بنبدا بالجوله السادسه والاخيره. هلا دار حسام يختار. اي بتختار يا حسام؟ هذا. اي محمد بتختار؟ اللي عندك ولا لايمان؟ عندي. يلا يا حسام افتح. طلع لك باذنجانه. يلا يا محمد افتح. ولي التفاحه. يلا يا ايمان. وهلا شو منقول؟ باي باي يا عزيزي، ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير الفيديو.